خليني أعرفكن على قصة حب. قربوا تعرفكن على قصة حب. ما كنت عارف أنه عنده جاتو، بس بعرف أنه عنده واحد من أطيب الشوكولا اللي موجودين بفرنسا. بمشي لهون تقريباً تلت ساعة، بوصل على محل تقريباً شي 300 متر مربع، كلاسي مرتب، وعنده شقف الشوكولا اللي كتير حلوين مثل بعضهم كلهم، ما في اختراعات. وبتذكر بالسفرة اللي قبلها كدشت بهيدي التابلات الشوكولا نوار وتغير حياتي. عنده كمان إكلير شوكولا. شوكولا نوار انجويبلي امير سولتي بالاخر. اوف، ذس از هاي اند، ذس از فيري هاي اند. قبل ما نبلش بالشوكولا خلينا ندوق التارت اللي عندهم هون. ساعت قلت لي سيترون فير، قلت لها اكيد ايه، كل هالعلبه لهي صغيره سيترون فير، قلت لها اكيد ايه. واو، تبولة سيترون فير انتنس ليمون. واو، تمشي بالجنينة، سكر سوبر خفيف، كريمينس كتير حلوة، عجينة بوم. بسكوي توب اوف ذا لاين. اند ذن الكريم بتصير تطلع بيكم تلحصوا شفافكم. رح نكفي بس ضروري حيت الدوق معي، ضروري ما بينطر الموضوع يعني. منكفي على دو تارت لفتوا النظر دغري بالفيترين، وحده شوكولا وحده وولنوتس اند كاراميل. قاعدة بالفيترين وعم بتقلي بليز طلبني، بليز خدني معك، بليز خدني معك. قرشي جوزة يعني جوزة مش مرة، جوزة مش خضرة، جوزة مستوية، جوزة منشفة. كراميل دريل دي الكراميل، مش السكر بيحرق زلعيم او بلزع اسنان. وشو هالبات، كنت دايما اقول اطيب شوكولا بالعالم بيير ماركوليني، بعدني بحبه وبحترمه كتير. and then comes this one. هيدا الشي جاليري باتيسري بلا أرما، جوجل مابس بدلكن لهون. كل كلاس. أوه مون ديو، منو حيالله شوكولا، هيدا شوكولا شوكولا اخد شغل اخد. أوه مون ديو، أنا وياك. طب وبهاللحظة لدرجة تأثرت مرتي أنه هزت الكاميرا. بس بيجي لهون كرميل هاي، بيجي لهون كرميل هاي وهاي، بيجي لهون كرميل هول الشغلتين. خنبلش بهاي، بيجي لهون كرميل هاي، كرميل شافت شوكولا تابلت خفيفة نظيفة عادية. انه مين ما كان بيعمل شوكولا، لا مش مين ما كان بيعمل شوكولا، لانه اللي بيعمل شوكولا بمغط منه شوكولا، اللي بيعمل شوكولا بيلزع اسنان منه شوكولا، اللي بيعمل شوكولا بتحسه هيك بتكون باردون يعني تدشه من بعدها منه شوكولا. بتقول اشياء مثل ما هي. يلي بيعمل شوكولا بيقرش،
ببلش يطلع من السين على سقف الحلق، ببلش يوعي كل البابي، بيترك طعمة حلوة طيبة، دارك شوكولات بس منه مر، انتنس فليفرفل لودد. بعدين طعمة ريد فروتس، فواكه، خشب، نبيد. It's a whole journey. وبتقوله بدنا كاتشي تاني. حيث هيدي رح نخبيها لأنه بدي أكل منها سنتي مربعة بالنهار. While صار وقت الجد. علبة حديد خارج تتسفر، تتلزق على الميلتين، بيطلع لكم جوا اسمه للزلمة جاك جونا، وهون ورقة حلوة تنفتح مثل علبة الصيغة، وجوا في هول حبوب كتير حلوين، كتير حلوين مثل بعضهم، دارك شوكولات. ورح ناخد وحدة وفرجيكم روعتها. غناش بس من برا. very thin, very crunchy, very classy, very intensely French quality chocolate. اوف عن جد اوف. هون صرنا بالطعمات، صرنا بالبارفان، صرنا بالفليفر، صرنا بال اوف. كل وحدة قصة، كل وحدة قصة. رح نقعد انا ونيل ونعمل مجزرة سكر وشوكولا وحلو، ونخلي كل الناس تطلع وتقول نيالهم ليش وجههم مضوى هالقد، لانه هيدي لحق حالك لانه العصافير رح ياكلوا لي جاتوياتك. تبعت